بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم لعبة جديدة وحديثة من العيد الفطر المبارك، ونشوف اللعبة دي بتتفتح ازاي. فتحنا اللعبة، يطلع أول حاجة الريموت اللاسلكي، تاني حاجة العربية الجديدة. نفتح الجواز ازاي؟ وشوف العربية عاملة ازاي، فرقة حديثة. وشوف هنطلع بتاع الشارع عشان نركبها، ونشغل العربية نشوفها بتشتغل ازاي. وهيك نشوف نشوف الحجارة بتاعت الريموت لاسلكي. وفتحنا الحجارة وديت تاخد احجارين. وهركب الحجارين اهو. ركبنا الحجارين. طبعا مش نضغط على المسمار جوا عشان مش يبوظ. وكده خلاص الحجرين ركبوا، اللي بتاع نورت الحجر الاسفلي. وحجارة العربية لها 4 حجارات، هنركبهم. وركبنا ال4 حجارات وهنحطها في العرب. ركبنا 4 حجارة كده، هو خلاص العربية اشتغل. وهنطلع الاريا اللاسلكي عشان نجرب المسافة اقرب، ونشوف العربية اشتغلت على طول. ونركب بتلفها زي مسمار البرمة. ركبنا تعال سلكي جري اللاسلكي. شوف العربية، شغل العربية من تحت الزرار بتاعها. شوفوا العربية بتعمل ايه، شكل باص، تعمل شكل باصات وحاجات خطيرة جدا. شوفوا العربية بتعمل ايه، ولكن الولد الصغير يطلع على سلم المقابلة. بعد ما شفنا العربية وهي شغالة، شوف العربية، شوف بتدور ازاي كأنك سايق مروحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.